بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف الاخ الكريم اشرف عماد البراسي؟ اخوي اشرف، ممكن نعرف سبب اعتصامك بميدان الشجره؟ والله صامت احنا صار الثوره، احنا حاسين ان في ناس بدات تسلق على دماء الشهداء، في حاسين ان في مثلا نظام جو معمر كولسا، مش فاهمين حاجه، حاسين مثلا ما زالوا يعملوا فينا بنظام ايش، نظامنا غم الشعب، ما تعملش بشفافيه، ما تعملش بوضوح، فنب نوضح لنا كل حاجه بالضبط، شنو صاير في البلاد بالضبط. معلش خويا اشرف، ممكن نعرف مؤهلاتك العلميه؟ مهندس بكالوريوس هندسه كهربائيه. بالنسبه لك يعني كطالب كمتخرج، يعني انسان متخرج من الجامعه، ويعني شنو هن مطالبك لتصحيح المسار؟ هل اسقاط المجلس بالكامل او تغيير اشخاص معين؟ تغيير اشخاص معين، مش كامل، احنا ما جيناش من اول اسقاط المجلس، نبغى تصحيح. يعني في حاجه انتقاديه، فنبغى تصحيح المسار. في اشخاص في المجلس ما همش يعني كيف نقول لك، ما عندهمش حق يقعدوا في المجلس. يعني كيف شنو يعني هل انهم يعني من ازلام النظام السابق او شنو، او يسرقوا فينا تو انت تحس بيه؟ في حاس في سرقه، في لخبطه، في ناس تبي تدير نظامنا استبداد برايها، تطلع قرارات من عندها، تحقق حكومه. باهي انت مع الناس اللي تنادي بفصل السلطات ما بين التنفيذيه والتشريعيه، ما بين المجلس اكيد والحكومه اكيد. نحن نبغى الحكومه تقرر بروحها، ما عادش نبغى واحد يتحكم فيها. يعني انت ترفض اي تدخل من المجلس في قرارات الحكومه؟ نترفض التام، عايش لنا حكومه اصلا احنا. باهي سؤالي، لو ما تنفذش يعني مطالب تصحيح المسار، هل في اجراء ثاني؟ والله اذا انت بدين شويه هم، يعني مثلا ده في بدو توقيع العهد المماليه اقرارها، وقع التعهد، في ناس استقالت من المجلس، استقالوا سيد الاقتصاد السابق انا كان مزمن القذافي، يعني في كم حاله دارت كويسه يعني كبدايه. بس نبوا احسن منك، مثلا نبوا كل وزاره جدول زمني لها مثلا بالضبط، كل امتى تنفذ المطلوب منها وتوري الناس، هذه مطلوب الطلبه بس. يعني من اهم مطالب عندك الشفافيه. ايوه. تحب تضيف حاجه ثانيه يا اخوي اشرف؟ لا شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف بحضرتك يا حاج؟ حسن حسين عمر. حاج حسن، تعددت الجمعات واعتصامات في ميدان الشجرة، وما هي نظرتك لتلبية مطالب من المجلس الوطني الانتقالي ومن الحكومة التنفيذية؟ هي أولا بالنسبة للاعتصامات يعني ظاهرة سليمة، وهذه ماشية في جميع أنحاء العالم عرفت. وبالنسبة للمجلس اللي عند الآن يعني عند هاللحظة ما لبش طلبات المعتصمين بالكامل، يعني لبى ممكن بجزء بسيط منها لكن مش بالكامل، ونحن نتمنى ان يسمع لها الناس، يسمع طلباتهم شنو يبوا. يعني الناس ما يبوش مثلا غير فلوس ولا شقق، ولا يبوا حريه مثلا، يبوا الشفافيه، يبوا يعني حاجه كويسه في البلاد، يعني تمشي البلاد كويسه خير من قبل، ما نبوش نفس النظام الاول، يعني كل شيء مسكر عليه. يعني الناس يبوا الوضوح، ويبوا الشفافيه، يبوا الانتقال للمرحلة السلمية، وأهم حاجة هي هذه المتطلبات أغلبية الناس اللي هم. تو حاجنا الكريم، أنت طرحت نقطتين اللي هي الشفافية وتلبية مطالب الناس. هل ترى أن الشفافية يعني يطبقوها المجلس والحكومة، ولا نسبتها ضعيفة في نظرك؟ لا، نسبة ضعيفة بصراحة، نسبة ضعيفة جدا. ما لبوش طلبات المعتصمين بالكامل. مش بالكامل. هذا بالنسبة لموضوع الشفافية، بالنسبة لموضوع تلبية طلبات الناس، يعني في ناس تتبرر في المجلس وفي الحكومة تقول نقص السيولة، والناس هنا يعني معظمها تشكي، يعني في ناس تشكي من الماديات وفي ناس تشكي من حاجات ثانية، يعني بالنسبة لنقطة الماديات أنت شو رأيك؟ لا طبعا الناس ما يدورش في الماديات، احنا أهم حاجة يطالبوا بالحرية يا رجل، الناس يبوا الحرية، يعني الماديات يعني جن يمشي ما لهاش أي دور، لكن طبعا في ناس يبوا مرتبات تبي تعيش. توا يعني لما توا سنه قريب ليبيا متحرره، ولان توا مازال ما فيش لا اعمال لا في، ما ينفعش الكلام. شو نظرتك لثقافه الاعتصام؟ وهل هي يعني حاجه مفيده ان الناس تطلع تطالب بحقوقها عن طريق الاعتصام السلمي؟ لا طبعا مفيده، اكيد مفيده، لازم منها الاعتصامات والمظاهرات هذين لازم منها. تو يعني ما مش في ليبيا بس، حتى في الدول العالم الدول المتحضره كلها فيها اعتصامات وفيها مظاهرات باش يطالبوا بالحريه. يطالبوا بالحق. اليوم طبعا تحت مسمى جمع توحيد الصف، جميع مدن يعني المعتصمه، طرابلس، الزاويه، مصراته وغيرها من مدننا الحبيبه، معتصمه مبغازي تحت مسمى توحيد الصف. شو تحب تقول للشعب الليبي بمناسبه جمع توحيد الصف؟
والله المفروض الشعب الليبي كله يتماسك يد واحده، يعني ما فيش فرق بين بنغازي مصراتة طرابلس، يعني كله واحد، كله نتفقوا يد واحده، اعتصام هذا اعتصام غادي حتى نسموه على ليبيا كلها، مثلا جمعه زي ما يسموا في الدول الاخرى تصحيح المسار، جمعه الحريه، جمعه هذه في كل مكان، هذه في ليبيا كلها ما فيش فرق ما بين بنغازي البيضاء المرج مصراتة طرابلس كله واحد، يعني كله واحد. كلمه اخيره والله نتمنى ربي يهدي المجلس انتقالي ويسمع كلام الناس، نعم عاش نبغى نعيشوا كيف ما عشنا العهد الاول، يعطونا حريتنا ويعطونا استقلالنا بالكامل ان شاء الله. شكرا حاج.